طيب دلوقتي في فقرة الأرقام والإحصائيات، هنقول لحضراتكم على الحقائق اللي بتخص طفل في مصر والعالم كمان، عشان نقدر نشوف إحنا محتاجين نوصل لإيه. الأسطورة الأولى بتقول الكتب كلها هيافة ومسكين في الكلام اللي لا بيودي ولا بيجيب، وفاكرين إن ده أدب ومفيش أي اهتمام بحاجة عليها القيمة، وكمان ماشيين مع الرايجة وخلاص. طبعا ده رأي مننا فينا للأسف، وسامعين زي ما كل يوم بنسمع الأساطير اللي احنا بنقولها، فاحنا سامعين حضرتك والله، بس هنرد عليك بالحقيقة، لأن الحقيقة بتقول إن في 75 دار نشر خاصة بكتب الأطفال في معرض الكتاب 2020، من إجمالي إيه بقى؟ 900 دار نشر، يعني حوالي 8% من دور النشر المشاركة في المعرض السنة دي مخصصة، هي بتخصص الكتب بتاعتها أو جزء من إصداراتها للأطفال. طيب دي الأسطورة الأولى. نشوف الأسطورة اللي بعدها بتقول هو أنتم عشان نشرتوا كام كتاب للأطفال يبقى خلاص كده كله تمام، وهي العيال عندها وقت تقرأ؟ دول طول النهار بيلعبوا ومش فاضيين، والكتب دي هتتخزن في البيوت ومفيش طفل واحد هيستفيد بيها. سامعين حضرتك برضو، وهنرد عليك بالحقيقة. الحقيقة بتقول عالميا إن الأطفال تحت سن 12 سنة محتاجين يقروا يوميا ربع ساعة، دقيقة فقط يوميا هتكون كافية إن معدلات القراءة والإدراك تخلي الطفل وعيه وإدراكه يتشكل بطريقة أفضل من اللي ما بيقراش خالص. فمحدش يقول بقى ده يقعد طول النهار يقرا وبتاع، لا خالص، احنا بنقول لحضرتك 15 دقيقة ربع ساعة مش حكاية، وسهلة جدا. يعني ده لو نقول ايه، اتربت عادة في البيت ان مثلا الأب والأم والابن والابنة يخصصوا مثلا من الساعة 8 ل 8 وربع، لا بلاش 8 عشان ده وقت البرنامج، أي ساعة تانية هيبقى ده جزء مخصص للقراءة، سلوك عادة يومية، ده عادة يومية تمام، بس بلاش 8 دي سقطة. طيب آخر الأساطير النهاردة بتقول طيب افرض الأطفال قرت، احنا دورنا كبلد فين على المستوى العربي؟ برضو احنا الصوت ده عارفينه، عشان كده هنرد عليه. خليني اقول لحضرتك الحقيقة بتقول ان مصر في معرض الشارقة للكتاب اللي اقيم اواخر 2019 كانت الاولى عربيا في المشاركة بكتب اطفال. حوالين ايه بقى، كام دولة؟ 18 دولة مشاركة، قدمت 41 عمل للأطفال من إجمالي 98 عمل مشارك للطفل، يعني إحنا تقريبا مقدمين نص كتب الأطفال العربية في المعرض الدولي، وده بيعكس زي ما قلنا في بداية الحلقة الاهتمام الحقيقي السنة دي بكتب الأطفال سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى العربي كمان. دي أرقام وإحصائيات بتقول لحضرتك، وبتقول لحضرتك المستقبل شكله ايه، المستقبل المتمثل في اولادنا اطفال مصر واهتمام الدوله والكتاب والمثقفين بثقافه الطفل المصري والعربي ابتدى يبقى اتجاه وهدف رئيسي شكله ايه.